منار كنت فين؟ لقيتيني عليك. هي يا حبيبي ايه ده؟ انت كلمتني كتير قوي. سوري كنت عامله التليفون سايلنت. لو سمحتي منار ما تقلنيش عليكي تاني كده. حاضر. كنت فين بقى؟ انا بقالي ساعتين قاعد. كنت في البنك. في البنك بتعملي ايه؟ هكون بعمل ايه؟ بسحب فلوس. لو انت كنت طلبتي حاجه وانا اتاخرت عليكي. انت عارفه الخزنه فوق ومعاكي الباسورد، وقلت لك لو احتجتي اي حاجه افتحيها وخدي اللي انت عايزاه. لا بس يعني اصل دي حاجه طلع على روح المرحوم عمر اخويا، فعايز اعملها من فلوسي. يعني هو عمر مش كان اخويا زي ما هو كان اخوكي؟ وبعدين طول ما انت مراتي يا منار ما تمديش ايدك على جنيه من فلوسك. انا وفلوسي ملكك. ملكي؟ طبعا. هو انا هعيش غير عشانك؟ حسام، هو انت بجد بتحبني قوي كده؟ ايه ده يا منار؟ هو انت عندك شك ولا ايه؟ لا بس انت بتحبها هي. هي مين؟ اللي نفسي تحبني ربع الحب اللي بتحبه لها. ايه يا منار؟ ايه؟ ما انا عمري ما حبيت حد غيرك ولا عمري هحب حد غيرك. ما هي دي المشكلة. هو في ايه يا منار؟ مالك؟ في حاجة؟ لا ولا حاجة. امال ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا كلامك مش مطمني. لا 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 خالص اطمن. بص يا منار، انا ما حبيتش حد غيرك. حتى لما بعدت عني واتجوزتي حاولت احب حد تاني ومعرفتش. حسام انت طيب قوي، عارف انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي.